نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التلميذ الدراج شمس الدين عبد العالي بعد نيله شهادة البكالوريا وتتويجه بالميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمية للرياضيات التي جرت ببريطانيا، حيث كتب على حسابه الشخصي: دراج شمس الدين عبد العالي مثال البذرة الطيبة من شباب جيل الجزائر الصاعد، ينال البكالوريا بامتياز في دورة هذا العام ويهدي الجزائر لأول مرة ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات التي جرت في بريطانيا العظمى. بك وبأمثالك تفتخر وتعتز الجزائر. شكرا لك شمس الدين ولوالديك على هذا الشرف الكبير والتاريخي الذي منحته لوطنك. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشارك اليوم الوزير الأول نذير العرباوي الذي حل أمس بالعاصمة الغانية أكرا في الاجتماع نصف السنوي السادس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآلية الإقليمية. الاجتماع رفيع المستوى سيخصص لتعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية والآلية الإقليمية في مختلف المجالات، بهدف دعم جهود حفظ السلام والأمن وتسريع وتيرة التنمية والاندماج الاقتصادي على الصعيد القاري. ومن العاصمة الغنية أكرا، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في كلمة له حول البند المتعلق بتفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية ضرورة تكريس نهج إفريقي محض للتكفل بالمسائل الإنسانية بما يتسق مع الوتيرة المتسارعة لتفاقم النزاعات واستفحالها في القارة. مضافة منشودة من تفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية تتمثل في تكريس نهج إفريقي محض في التكفل بالمسائل الإنسانية، نهج ينطلق من الواقع الإفريقي ونهج يتسق مع الوتيرة المتسارعة لتفاقم النزاعات واستفحالها في قاراتنا، ونهج يعلي قيم التضامن والتكافل التي أسست للمشروع الإفريقي الوحدة. وعلى هامش المشاركة، اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أمس برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، وسمح اللقاء بتبادل الرؤى والتحاليل حول مستجدات الأوضاع ببؤر الأزمات والنزاعات وغيرها من التهديدات المحدقة بالسلم والأمن في القارة الإفريقية، وكذا إجراء نقاش مستفيض حول كبريات القضايا والمسائل المرتبطة بالتحديات والرهانات السياسية الاقتصادية والتنموية المطروحة على الصعيد القاري. كما بحث الطرفان عددا من المواضيع التي تتعلق بالاستحقاقات المرتقبة داخليا على مستوى الاتحاد الإفريقي وخارجيا بين الاتحاد الإفريقي وشركائه الدوليين. كما التقى أحمد عطاف بوزيري الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة بدر عبد العاطي، وناقش الطرفان أهم القضايا المرتبطة بالاستحقاقات المرتقبة على مستوى الاتحاد الإفريقي وسبل المضي قدما بالعلاقات المتميزة بين البلدين بتكثيف التشاور السياسي وتعميق الشراكة الاقتصادية تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيسي البلدين. عطاف تبادل أيضا مع وزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا الشقيقة بيامو شيلينغا الرؤى بخصوص مختلف المسائل المطروحة على الصعيد الإفريقي، واتفق معه على مواصلة التنسيق البيني بشأن القضايا العادلة قاريا ودوليا والدفع بالمزيد من الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. في ملف رئاسية 7 سبتمبر المقبل، تتواصل عملية معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهذا للفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية إلى أجل أقصاها 25 جويلية الجاري. أسماء تركي ترصد مجريات العملية حصريا من داخل قاعة العمليات. نتابع.
بعد عملية إضاء ملفات التصريح بالترشح للرئاسية المقبلة، تم تقسيم أعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى مجموعة من اللجان تتكفل بدراسة ملفات التصريح بالترشح من خلال التحقيق والتدقيق من الشروط الواجب توفرها. العملية تتم وفق مراحل معينة. المعالجة اليدوية يتم خلالها مراقبة الاستمارات المودعة من خلال وفق المعايير. هذه الاستمارات سيتم نقلها للمعالجة المعلوماتية أولا من أجل بالنسبة للاستمارات المستوفية للشروط والتي لا تحتوي على رمز استفتاء سيتم معالجتها يدويا وحجز المعلومات على المنصة المعدة خصوصا لهذا الشأن. بعد ذلك يتم حجز كل وقراءة كل الاستمارات من خلال رمز الاستجابة السريعة، وهنا يقوم الأعوان المكلفون بمطابقة ومراقبة مدى المعلومات المحجوزة مع المعلومات المتواجدة على مستوى الاستمارة، وفي حالة ما وجود خلل أو خطأ في المعلومات سيتم تصحيح على مستوى المنصة وفق لما هو موجود على مستوى الاستمارة. يتمخذ عن ذلك تقرير مفصل عن كل ملف مقدم لتجتمع لجنة المجلس من أجل الفصل في قبول أو رفض ملف التصريح بالترشح، والبالغ عددهم 16 ملفا. سيتم عرض هذا التقرير ومشروع القرار على مجلس السلطة للتداول والفصل في قرار الترشح، يا إما بصحته أو بقبوله أو برفضه. بعد ذلك سيتم تبليغ كل المودعين ملفاتهم 16 بقرارات الفصل في صحة ترشيحاتهم سواء بالقبول أو الرفض. هي مرحلة جديدة وهامة في سباق الترشح للرئاسيات المقبلة، من المقرر أن تنتهي يوم 25 جويلية الجارية. هذا وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قراراً يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. قراءة في مضمون القرار نتابعها في تقرير أحمد خير الدين. وفق مقاربة جديدة تهدف من خلالها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضمان ولوج عادل لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، حددت معالم هذه المرحلة بالتساوي والإنصاف عند التعبير المباشر عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، حيث الحيز الزمني والمواقيت وترتيب التدخل. شروط وضوابط حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري في توزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر لفائدة المترشحين، وفي المشاركة في الحصص المبرمجة من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية. هي إجراءات تقنية حديثة ومرنة من شأنها أن تضفي على العملية الانتخابية نزاهة وشفافية وتضع كل المترشحين في كفة واحدة، كما تلزم وسائل الإعلام بضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين مع مراعاة جملة القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز وحرية وواجب وضع المترشحين أمام فحوى التناقضات التي يقعون فيها وطلب توضيحات حول برنامجهم والتأكد من صحة المعلومات التي تبث والتي قد تؤثر على خيار الناخبين، وذلك قصد تفادي بث أخبار كاذبة. على مسافة واحدة من كل المترشحين تحرص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة احترام الحياة الخاصة للأشخاص وصون كرامتهم، وكذا الالتزام بمبدأ قرينة البراءة والامتناع أثناء تغطية الحملة الانتخابية عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن أقوالا أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة.
اجتمع أمس المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين لدراسة عدد من النقاط التي تتعلق بإعداد دليل لممارسة أخلاقية مهنة الصحافة خلال العملية الانتخابية. هذا الدليل يعد تثمينا لالتزامات وقواعد حددتها السلطة المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى قوانين الإعلام وقوانين الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعي البصري وأخلاقية المهنة. أعدت المنظمة دليلا توجيهيا كدعامة إضافية لتغطية الحملة الانتخابية للرئاسيات المسبقة 2024، ولعب دور إيجابي وفعال باعتبارها محطة حساسة وهامة في المسار البناء الديمقراطي. في شأن آخر، رحبت الجزائر أيما ترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني. تأتي هذه الخطوة التاريخية الهامة لتذكر المجموعة الدولية بأن جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود وتكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب، كما أنها توضح جليا أن المقصد وراء هذه الانتهاكات الممنهجة هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حل الدولتين الذي كرسته وثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من 7 عقود خلت. إن الجزائر التي تثمن عاليا انتصار العدالة الدولية للشعب الفلسطيني تؤكد مواصلة جهودها من موقعها بمجلس الأمن من أجل إحقاق حقوق هذا الشعب الأبي وإنهاء العدوان الإسرائيلي المسلط عليه، لا سيما في قطاع غزة، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد فجر اليوم 7 فلسطينيين من بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال الصهيوني مخيم البريج وسط القطاع، كما جددت مدفعية الاحتلال قصفها المناطق الجنوبية الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. هذا وقد شنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارات مكثفة على مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما اعتقل قوات الاحتلال الصهيوني 5 فلسطينيين في الضفة الغربية. ومع كل قصف وغارة جوية تتكشف للعالم بشاعة حرب الإبادة الممنهجة على قطاع غزة، وتتكشف معها عشرات قصص البطولة والصمود على غرار قصة 3 شبان فلسطينيين كتب لهم عمر جديد بعد أن بقوا عالقين تحت الأنقاض 3 أيام كاملة. مراسل التلفزيون الجزائري وسام أبو زيد. اليوم مع قصة تيسير واثنين من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا تحت الأنقاض ل3 أيام على التوالي عندما توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة رفح، وبعد هذه الأيام 3 بقوا أحياء. وبدأت الحكاية عندما توغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي التي يتضح آثارها وقامت بهدم جدران هذا المنزل وكانوا بداخله ولم يتنفسوا ولم يصدروا أي أصوات طوال الأيام 3. أول دبابة أجت على السفل، قلنا بدنا نتحامى في الغرفة أنا وأخوي والشاب، فتفاجأنا فيش ثاني يوم الصبح الكباش كان جاي من الأسفل تخش علينا. والآخر كان صائما لمدة 3 أيام، كما أن الساتر الذي كان يحميهم هو ثلاجة وفتحت فيها الكثير من الأشياء الهامة. عشنا على المي 3 أيام، عشنا على المي، كان أنا أخوي بصوم والشاب الثاني حتى يومها كمان صام معه، وكان اللي عندنا نص لتر مية أو لتر، فكنا نتقاسم إنه كل واحد غطايتين أو غطايت مية بس نبر ريقنا ونبل شفايفنا. بعيد جنزير الدبابة عنا نص متر، يعني للحظة احنا تخيلنا احنا كنا مبغوصين. ودخلوا الجيش على أولادي، أولادي اختبأوا في الأوضة، ما توقعوش إنه اليهود تمرق
دوز دغري اجوا من الاسفلت على الدور دروسوا وسحبوا اولادي طلع منهم سحبوهم من غاد لهين. هذا جرف. وين كانوا؟ كانوا في النتفه هذه. كانوا في النتفه هذه وقع حجر على رجل ابني وخشبه حتى في سكينه ابني بقى بده يكشفهم وهو بصوت واولادي كتبوا تمه عشان ما ينكشفش لانه لو انكشف طخخوهم على المطرح صفوهم وانا جاي اخذ اولادي اشلاء. فهذا هو مصير الشعب الفلسطيني إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا تحت الركام، لكن مشيئة الله حالت دون أن يكون هؤلاء الإخوة الثلاثة شهداء، وربما يكون الأيام المقبلة تتكشف لنا الكثير من الروايات في كافة المحافظات الفلسطينية أيضا. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. عودة الآن إلى أخبار الوطن، حيث الأجواء المتميزة التي يصنعها أبناء الجالية الوطنية بالمخيمات الصيفية بشواطئ مستغانم الساحرة، أجواء مزجت بين الفرحة ودفء المكان على أرض الأجداد. سليم هواري. الساعة تشير إلى 8 صباحا. أمير ورفقاؤه من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج يستعدون لقضاء يوم ممتع بمدينة مستغانم. برنامج ثري في الانتظار وشاطئ البحر اولى الوجهات. دائما نجي في الجزائر كل عام ولي بلاص توريستيك هايلين كيما باغ اكزومبل مستغانم لا بلاج تاعها مشابين وكلش نعومو دائما هنا سونتر تاعنا مليح كلش بريباري كلش اورغانيزي. شكرا عمي تيبون للفواياج. هناك بلدان اخرى لم توفر الفرصه لتنظيم هذه الرحلات وزياره مواقع تاريخيه. لقد زرنا عدة مواقع وكلنا سعداء بتواجدنا هنا. بعد وجبة الغذاء الوجهة زيارة المعالم التاريخية والثقافية للتعرف على مقومات الوطن الأم. لدينا معلومات مسبقة حول تاريخ الجزائر، ما جعلنا نحب هذا الوطن من أعماق قلوبنا، واليوم عرفنا تفاصيل كثيرة عن تاريخ الجزائر. الحمد لله وضعنا الأطفال هذو في أريحية تامة من البرنامج البيداغوجي تم تصديره بالتنسيق لتعريف ومعرفة هذه الأطفال بتاريخ مجيد الجزائر برسم وبرمجة زيارات ميدانية للمعالم التاريخية والأماكن السياحية التي تسخر بها ولاية مستغانم. العمل التشاركي فيما يخص معرفة أبناء الجالية الوطن الأم فيما يخص التاريخ الوطن الجزائري واكتشاف كذلك المناطق والتراث المادي واللامادي بالنسبة للجزائر. تنظيم المخيمات الصيفية لأبناء المهجر خطوة هامة بالنسبة لهم للتشبع بثقافة الانتماء للجزائر والتعرف على تاريخ وطنهم الأم. وبهذه هي الأجوانة إلى ختام النشرة. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.